ومتابعينا بصباحنا غير لليوم، ووصلنا لفقرتنا الأخيرة. صحيح، فقرتنا الأخيرة ليا دائما، مو دائما، مستمرين بعالم الطفولة. الحضانة هي المكان يلي بيلجأ الأبوين لترك أطفالهم فيه. اليوم رح نعرف شو هي المعايير لاختيار الحضانة يلي بتلائم طفلي، تقبل طفلي لهي الحضانة، شو الشروط المثالية أو العمر المناسب لوضع الطفل بالحضانة. هاي الأسئلة وغيرها أكيد اليوم رح نتعرف عليها مع نعرف أجوبتها مع ريما جحجاح. أهلا وسهلا فيكي، اهلا صباح وسهلا، الخير. يسعد صباحكم. صباح الخير، هلا، صباح هلا، الخير والنور ست ريما. اهلا يعني وسهلا. بالبداية موضوع كتير مهم انه نتطرق له. دائما الانشغالات، الام صارت هلا كتير مشغولة، صار عندها شغلة، صار عندها وظيفة مدة زمنية قصيرة بيعطوها اياها اجازة، ولازم تروح على شغلة، تمام، وممكن اما بعيدة، حماتها بعيدة، وين بدها تحط الولد؟ تلجأ الى الحضانة، ودائما بيحطوه بعمر صغير. هل هالشي صح ولا هالشي بيسبب هاجس نفسي عند الاطفال؟ هلا هذا الشيء صح 100%، نحن معه، بس لازم يكون له شروطه. ممكن نحن نقول ظروف العمل للام العامله هي اللي بتحتم عليه انه تحط ابنها لظروف طارئه، لعدم مثل ما تفضلتي حضرتك انه ما موجود حدا نحطه عنده، بس بدنا البيئه الامنه. في شروط معينه لازم نحن ندور عليها لحتى نحط ابنها بالمكان المناسب، خاصه انه هي المرحله الثانيه للانفصال عن الام، لانه هو بمر بمرحله اولى هو الفطام، فهو بهي المرحله بينفصل المره الاولى عن الام، والمرحلة الثانية لما بندخله نحن على الحضانة، فلازم يكون عندنا معايير خاصة وشروط لحتى نحن نبلش نحطه بالحضانة. طبعا هو أكيد ضروري للنمو النفسي، نمو الجسدي، نمو العقلي، بيفيده جدا، لكل مرحلة إلى ميزاتها لحتى ينمو نمو صح. تمام، تمام، يعني كنا عم نحكي انه هي ضرورية وحاجة تمام ملحة يمكن تمام بسبب ظروف الحياة. طب شو هي الشروط او المعايير الصحيحة لاختيار الحضانة اللي بتناسب طفلي؟ هلا بداية انا قبل ما اختار الحضانة المناسبة لازم انا اشتغل على ابني الطفل من البيت، من البيئة، فلازم انا بداية يعني الاب في والام مرحلة تحضيرية قبل الحضانة اكيد حكما. ما بنقدر نحن ناخذ الطفل على الحضانة قبل ما يكون في شغل عليه من قبل الاب والام والمحيط اللي حواليه، نحن ما بنقدر نعيش بلاهم، هي العيلة، الجد، الست، الاعمام، الاخوال، هدول اللي دائما بيساعدونا واللي بيكونوا هن سبب دلال والغناج اللي نحن بنحكي عليه دائما بالنسبة للطفل، فهدول بنقدر نحن بدل الغناج الزائد انه نحن او الدلال ممكن نحن نستفيد منهم بانه يساعد دون لحتى نحط الخطوة الأولى وناخده على الحضانة. في معايير أساسية لازم نشتغلها نحن بالبيت. أول شيء أي بيئة سليمة بده يكون فيها حب وحنان وأمان، طفل بيكون في عنده توازن، في عنده استقرار، فهذا الطفل بيكون عنده قوة أكثر من الطفل اللي بيكون طالع من بيئة فيها مشاكل. فالطفل اللي عنده مشاكل هذا بنشتغل عليه كمان لحال، والطفل اللي طالع من بيئة سليمة، بيئة فيها توازن، في تعاون بين الأب والأم، فهون دخوله للحضانة سهل جدا. المعايير الأساسية نحن انه بالبيت اول شيء تكون الام تهيئه نفسيا انه نحن بدنا نكون نروح لمكان جديد، مكان حتحبه كثير، ممكن نحن عن طريق القصص انه هي في يكون قصه محكيه قبل النوم، ممكن انا اني اطلب زياره الروضه انا والطفل لحتى يتفرج عليها وهيئه هيك نفسيا انه هذا روح زياره نتفرج عليها ونطلع، مو بالضروره انه هي تقول له انه هذا المكان بدك تنحط فيه، انه انا حاتركك وامشي. كثير ضروري الحوار بين الام وابنها، بس ما ضروري انه نحن نقول له انه انا بكره بدي تخلص اجازتي، بدي اروح على الشغل، انت بدك تروح لهونيك، بهالطريقه الخوف يشعر فيها بعدم الامان، فهو في انفصال، في عدم استقرار، في ناس غرباء انا بدي اشوفهم، فهذا لازم يكون تهيئته بشكل هادي وفي مرونه اكثر مع الطفل. نعم ست ريما، يمكن دائما بأول يوم أو ثاني يوم أو ثالث يوم أو خلينا نقول أول شهر من صح دخول الطفل للجاردوري، الأم هي دموعها طولها، ويمكن هي بتعاني منها أكثر من الولد. يمكن الولد كتير خلص يتأقلم، بس الأم صار في شيء حديث بالجاردوريات إنه صح صار في كاميرات بالإدارة ممكن تشوفها، ممكن تتفرج عليها. قديش خطأ هذا الشيء إنه إحساس الخوف توصله لابنها تضل ناطرته حتى الولد بحس، يعني طبعا قد ما قلنا انه خلص تركي وروحي على البيت بدها تضل قاعده، اكيد رح يحس بهيدا الشيء. هلا نحن حكينا بالخطوات ما قبل المدرسه، لازم تكون فيها انجاز اكثر، لازم المشاوير تكون اكثر، الطلعات اكثر، الاشتراك بنوادي صيفيه
قبل الروضة. حتى نحن مو بالضرورة انه التكلفة المادية هي الامور نحن نتطرق لها، انه ضروري مثلا ممكن تجيك امي تقول لك انا ضروري ضروري يعني تبركي انا امكانياتي المادية تسمح لي او انا ما بقدر اطلع، هي الامور كتير مهم خديه على حديقة. هلا نحن بمكان بالطبيعة بشكل يومي ليشوف اقرانه ليشوف انه محيط كبير. بهذا الوقت انت هيئتي نفسيا، رحنا على الروضة هون بيكون خفت الام بدرجات الخوف تبعها لما هي عم ترافقه بمشاوير لابنها قبل ما قبل المدرسة، هون بتخف شوي. لما بتروحي زيارة على الروضة وبتشوف هونيك ممكن المسات اللي بيكونوا موجودين، ممكن تشوف المديرة المسؤولة عن المكان، فهي شو بتعطيها؟ بتعطيها ثقة وأريحية، فهون تبلش درجات الخوف تقل. فنحن عم نشتغل على الاثنين، على الطفل وعلى الام. اهم شيء نحن حكينا الحوار، فهي ما عم تتحاور معه وما عم تحكي وياه، كثير مهم انه ما تنقل له خوفها. قد ما الام كان درجه خوفها عاليه فهو رح ياخذ منه الطفل، لانه هو اكثر حدا ممكن بيحس بامه وبيحس بنبضات قلبها، فهون بينتقل الخوف له فبصير الشغل عليه اصعب. لما دخلنا نحن الروضه ففيها التهيئه، وصلنا واشتغلنا عليه، وصلنا للروضه. الشغل الاساسي بيكون من معلمه الروضه وطريقه استقبالها للطفل وطريقة استقباله للأم والحوار معه. بهمني أنا بالدرجة الأولى أنه يكون الحوار بين المعلمة والأم مدته قصيرة، لأنه إذا طول الحوار والأسئلة تكترت فهون بينتقل القلق وخوف الأم للطفل. فمعلش تاخدوا المس وتفوتوا لجوا، بعدين ترجع تحكي هي والأم، تستناها يصير حوار بيناتهم فيما بعد. نحن طريقة الاستقبال كتير بهمني، نحن موجودة عنا بالحضانة هذا الشيء، أنه الأم تدخل مع ابنها وبتقضي معه يوم كامل وممكن يومين وممكن تقلي لي بتستمر شهر بتستمر شهر، لحتى يصير عندنا انفصال تدريجي، بتنسحب هيك بشكل تدريجي. اليوم قضيت نهار كامل، بكره بتقضي نص النهار اللي بعده ممكن ساعتين، هون بتخوف بتقل مخاوف الطفل والقلق وبيصير معه اندماج مع اقرانه. هون بياخذ الثقه بالنفس ودائما لازم يكون قلنا الحوار الثقة ما بينه وبين الأم، ثقة ما بينه وبين الأب، يقول له أنه أنا اليوم أنا حطيتك هون لأنه أنا عندي شغل لح أرجع بوقت، يحدد له الوقت. أوكي ما حتقليه ما حيعرف أنه شو يعني حيعرف بالوقت أو يحس فيه، بس هو حياخد مصداقية من كلام الأب والأم أنه هو هني راجعين وهني اللي حيكونوا بانتظاره. لما أكيد المس من شروطها الرتابة والأناقة بالإضافة للابتسامة، هذا الشيء المطلوب دائما. فنحن نلاقي معلمات الروضة دائما ابتسامته المشرقة، حتى عيون عم تضحك، بيحبوا الأطفال وبيقدروا بيتفاعلوا معهم طبعا، لأنه في شروط لانتقاء معلمة الروضة. فأنت من نظرة عيونها بتحسي هي لمعة، هي المحبة، الحضن. طفل كتير حلو، أنه في نحن شفنا كتير بتلاقي صور نازلة على الفيس، مقاطع فيديو لبرا مسات مثلا عم بيسلم مع الأطفال بطريقة بحركات برياضة. على فكرة عنا هون كتير معلمات ترفع لهم القبعة بطريقة حضنهم للطفل، في حب. أنا لما بأخذ الطفل هو نازل من أمه فأنا أعتبر أم بديلي لإله، فأنا الحضن بأخذه أكيد ما هعوضه عن أمه، بس يكفي الحب والأمان اللي أنا بعطيه لها الابتسامة. ابتسامة كتير مهمة وكتير عوامل يمكن الأم بتقدر تلاحظها. يعني نحن هلأ عم نحكي عن الفترة الفئة العمرية اللي هي واعية شوي، يعني الرضع يمكن إنه احتياجاتها معينة طبعاً. بالحضانة رح نضل بالفئة العمرية اللي هي أوعى إذا بدي أقول اليوم برأيك من 3 سنين ل6 سنين هي الفئة العمرية اللي عم تقدر نحكي عنها هلأ. تماماً، خلينا نحكي عن الفيدباك اللي بتاخده الأم بعد ما حطينا الولد بالحضانة، قديش هو بيكون عامل مراقبة يمكن فينا نقول لنحسن بعض الأمور بنفس الحضانة أو حتى يمكن استبدالها. تمام. هلأ في شروط، هي قلت لك بداية لما بدها تدخل وتتفرج على الحضانة بدها تكون الغرف مريحة. أنا دائما الأم بقول لها أنت فتي ارتحتي للمكان، ضلي ما ارتحتي ما في مشكلة طلعي. فأنا دائما بحكي الحالة الروحية على غريزة الأم، أنا هيك نحن الأم دائما بدها تحكي بدها تفوت ترتاح، أنا ارتحت لك بقدر أقعد معك، ما ارتحت لك ما حقدر ارتاح. دائما أنه ابني عمل ابني ساوى. حتى أنا معلش لو أنه موضوع أنه قبل موضوع الكاميرات اللي هلأ سألتيني عنه، بس في ملاحظة أنا مهمي موضوع الكاميرات للاطمئنان ومن باب الأمان، بس أنا كتير بحب مثل ما قلت لك أنه الأم هي اللي تدخل وهي تكون المراقب.
انا هي بتهمني لانه هي نظرتها. مشان هيك انا قلت لي ما اطرقت للكاميرات، قلت لك انه لا الام تفوت وهي اللي تقعد. دائما بسال الام انه ابنها ارتاح، لما ما ارتاح شروط مناسبه تهويه، عوامل النظافه كمان اكيد هي من الغريزه بتيجي من الام، انه بتيجي بتلاقيها نحن لا شعوري اول ما ندخل ندخل على الحمام بدنا نشوف، بدنا نشوف المس المسؤولي عن النظافه، بدنا نشوف المس المسؤولي عن تدخين وتفويت، لانه الطفل على الحمام لانه هو لسه ما بيكون قادر لسه، يعني ممكن يقول لك يطلب يفوت انه على الحمام بس لسه ما بيقدر انه يخدم نفسه بنفسه. فنحن هون الآلية بتكون بدايه اول شهر بيكون كله لعب كله مرح، مو لعب ومرح بس عن طريق التعلم، عن طريق وسائل تعليمية وليست باهظة الثمن. هي نحطها ببالنا لأنه دائما نحن وقت نتطرق لكلمة المونتسوري بيخطر على بال الأم فورا أو أي حدا متابعنا أنه وسيلة غالية وسيلة مكلفة. لا، المونتسوري هو التعلم عن طريق اللعب، مو بالضرورة أني أنا أستخدم وسيلته الحقيقية ولكن أنا أستعيد عنها بوسيلة بديلة اللي هي موجودة عنا بالبيت. ممكن أن أستخدم شوك، معالي، أستخدم أشياء موجودة بقل البيت. فالأم كتير ضروري تحضر لنا طفل الروضة قبل ما يجي لعنا بحبات الفول والمعكرونة، أنه نحن مثلا أو الكورن فليكس هو عم يفطر أنه يعد الحبات مثلا أو يشوف، فهي هيئته. فهو لما بيجي لعنا ومنبلش نحن معه بتمارين رياضيات بتمارين التعلم، هي مو غريبة. هلأ بتجيكي أم بتقلك أنه أنا علمته ألف باء، بيعرفها، بيعرف يعد للعشرة، بيعرف. أنا ما بيهمني يعرف يعدهم واحد اثنين ثلاثة، أنا بعرف بيهمني يعرف أنه هذا الواحد شو من وين إجرى وشو هو عدده. فلما معيت حبات الكورن فليكس فالأم بتكون مساعدتنا كتير كتير بهذا الموضوع. ويوم المرح أنه اللي بيكون موجود بالروضة خلال الأول أسبوع لاستقبال الأطفال بتكون الأم معنا بحنيتها بمحبتها بملاحظاتها اللي بنكون إحنا كلنا عيلة بعدين، فهي بتطفي نوع من الأمان والطمأنينة. فالطفل هون بيكون مريح. الوسائل اللي بدها تكون موجودة بالروضة بدها تكون ملائمة ومناسبة للطفل، الروضة لحتى تناسبه الفئة العمرية تبعه كلعب كأمان وسلامة، هي الأم كلها بتلاحظها. بس بدنا ننوه على نقطة سريعة، العدد الكبير بيأثر على جودة الحضانة للأولاد، يعني الأم لازم تنتبه له. أكيد. هلأ نحن قلت لك في شروط لانتقاء الحضانة، مساحة نحن من التربية بتيجي شروط الغرفة الصف قديش مساحتها، ولكل معلمة كم طفل لازم يكون هي مسؤولة عنه. هاي النقطة قبل ما نختم كنت بدي أحكي عليها. هلأ منشوف كتير من الجاردريات صاروا منتشرين جاردوريات تجارية بتكون مبهرة من الخارج ومن الداخل كارثة بالأعداد، كارثة جداً. بالريحة، كارثة إنه دائما الشروط لازم تكون يمكن أبو أو تحت الأرض بيكون في حالة من الرطوبة، يمكن المراجيح تبع الأولاد ما نسفنج ما نأمنة. هون هي النقطة خلينا نحكي عليها، وقديش بتسبب صحة على قلبك شكرا قد ايه بتسبب حالات من العنف لدى الطفل بينقلها للبيت وبتستمر معه لحالات متقدمه ايضا. هلا حبيبتي نحن بدايه بدنا نتابع الطفل، بنشوف مدى ارتياحه، هو ارتاح، هو بلشت مخاوفه والبكاء الشديد تبعه تخف الوقت تبعه، ونحن مثلا 10 دقائق بكى الطفل اول شيء نص ساعه بعدين خفت صارت ربع ساعه بعدين صارت 10 دقائق، فنحن هون مطمئنين. موضوع العدد الكبير هو بيساعده اجتماعيا، نحن بنحبه هيك، بس الخطا بيكون من العدد انه المعلمه ما انا قادره تسيطر عليه، ما انا قادره تنتبه على كل طفل وتراقبه. فدائما الام تنتبه على اول ما بتجي لعندك بتقول لك قديش عدد الاولاد موجودين بالصف. انا بهمني يكون العدد مناسب للمساحه الموجوده بالصف. نعم. يعني معلومات كثير اخذناها من حضرتك. صحه يمكن الطبيعه لانه انا معي تحسس فممكن طبيعه. يعني معلومات كثير اخذناها من حضرتك ونصائح. بدنا نشكرك كثير ريما جحجاح لتواجدك معنا لليوم. بتشكركم كثير كثير، وبتشكركم لحتى لهي الموضوع القيم اللي كثير اهالي بيسالون عنه. بس بدي ملاحظه صغيره، دائما احنا الالعاب المرافقه بالبيت تكون هي المعجون والرمل تمهيدا للروضة. نعم. أكيد. ونحن ناطرينك بحلقات جديدة لحتى نتعمق أكثر بهذا الموضوع. شكرا كثير لك.